قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي. هكذا ينبغي للداعية إذا نهى عن شيء أن يفتح بابا آخر، وهذا معلوم في من تتبع نصوص الكتاب ونصوص السنة، يجد أن الشرع ما ينهى عن شيء إلا ويوجد له البديل. والأمثلة في هذا كثيرة، ومن بين هذه الأمثلة هنا قال: لا تتخذوا قبري عيدا. الباب الآخر المفتوح: وصلوا علي. وهذا فيه توجيه وتربية للدعاء إذا نهوا عن شيء أن يبينوا ما هو البديل.